السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، معكم حسين كمال من قناة الفلمين. في حلقة اليوم ان شاء الله نتكلم عن وصفة لتخفيض السكر التراكمي ولتخفيض السكر الصائم والسكر المفطر، فان شاء الله تابعونا بعد الفاصل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رجعنا بعد الفصل اخوان الكرام. في كل حلقة نتكلم ان ما حدش يحكم على القناة من خلال فيديو واحد فقط. على اي قناة ارجع للفيديوهات السابقة وشوف الفيديوهات اللي في القناة، ان شاء الله تعجبك القناة باكملها وليس فيديو واحد فقط. اخوان الكرام، السكر التراكمي يعني بنتكلم عن الارتفاع او الانخفاض. لازم يكون معدل السكر عندك في الجسم الصائم لحد 130 اقصى شيء، يعني ما يكونش اعلى من 130. المفطر بيكون يعني لحد 180، اعلى من كده بنقول ان السكر عالي في الجسم. طيب السكر التراكمي اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ازاي تخفضه وتخفض السكر العادي، اتكلمنا عن الاعشاب، اتكلمنا عن الطرق اللي بتخفض السكر، وكان من ضمنها الرياضة او المشي لمدة نصف ساعة يوميا في الصباح وفي المساء. اخوان الكرام، النهاردة هنقول لك على وصفة تخفض بها السكر في الجسم. اولا لازم تبتعد عن الموالح والسكريات والنشويات والكربوهيدرات والخبز الابيض. الخبز الابيض يا جماعة بيعلي السكر في الجسم، وتكثر من تناول او شرب الماء وتناول الخضروات والسلطة في الاكل، شرب سوائل الاعشاب، لان الاعشاب بتخفض السكر. فهنجمع شوية اعشاب مع بعضهم عشان نعمل منهم وصفة. يعني مثلا احنا بنقول ايه، زيت الزيتون على الحلبة على حب الرشاد على الترمس على المر، كل ده مفيد لتخفيض السكر. طيب لما نجمعهم مع بعضهم هيعملوا ايه؟ يعني ناخد من كل حاجة ايه، رشة كده من ملعقة، يعني رشة صغننة كده، او تعمل كوب تضيف فيه نسب متساوية من الاعشاب اللي هنقول عليها، القرفة والزنجبيل والحلبة وورق الغار وورق الزيتون واللبان الذكر او المر وحبوب حب الرشاد والترمس. يا جماعة دول 8 حاجات، الثمان حاجات دول او الثمان اعشاب دول مفيدين جدا لحرق السكر. من كل عشبة من هذه الاعشاب جيب برطمان صغير وابدأ حط فيه يعني ملعقتان من كل حاجة، وبعدين تقلبهم تقليب كويس، تعملهم ميكس كويس، وتيجي كل يوم تشرب مرتين او 3 مرات من هذه الاعشاب. يعني بتغلي المية تاخد ملعقة من هذا المكون اللي انت عملته عندك في البيت، وتاخد منه ملعقة وتحطها على المية المغلية وتسيبها لمدة 10 دقائق حتى تمتزج بها الماء جيدا بعد التقليب، وتستفيد منها بقدر الامكان. فلمدة 3 شهور ان شاء الله سوف ينخفض عندك السكر من 600 الى 180 الى 150، والسكر التراكمي ايضا هينزل من 10 الى تحت 7 ان شاء الله، مع المداومة مع الرياضة مع الابتعاد عن السكريات والنشويات والكربوهيدرات. يعني كل ده ان شاء الله مفيد جدا لمريض السكر. اخوان الكرام، يعني بنتكلم كتير جدا عن نصائح السكر، يا ريت نتبع النصائح، نتبع النظام الغذائي المظبوط حتى لا نصاب بارتفاع السكري ونصاب بمضاعفات السكر. الله المستعان. يا ريت نجعل المشروبات بتاعتنا تكون في البداية مع ارتفاع السكر من غير سكر، او بمعنى الاصح تكون مر. فيعني ربنا يعينكم جميعا ويعين كل المرضى ويشفي كل المرضى باذن الله، وربنا هو الشافي والله المستعان. اخوان الكرام، في حلقة قادمة ان شاء الله نتكلم عن وصفات كتير جدا لمريض السكر، نصائح كتير جدا لمريض السكر، ونبتعد عن كل ما يرفع نسبة السكر في الجسم. والكرام، في لقاء آخر إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.